السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غنشارك معكم طريقه تحضير كويرات ديال الميلا في المقله بلا صوص طوماط. كتجي لذيذه وكتوجد بسرعه. الا كنتو اول مره كتفرجوا في الفيديو على قناه، شاركوا في القناه وديروا تفعيل الجرس باش يبقى يوصلكم دائما كل جديد. نبقاو الان مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير هنايا كنحتاج الميلا اللي كتكون كبيره، كناخذ الهبره ديالها اللي كتكون لداخل كيف ما شفتوا معايا، كناخذ هذيك الهبره وكنخلي الشوك، كنحيد ليه الشوك، كندوزو في الطحانه على هذا الشكل حتى كيولي بحال الكفته، وكندير ليه شويه ديال عصير ديال الحامض، غادي نضيف الثومة، ما تكتروش الثومة، غير ضرس واحد كافي، نضيف شوية ديال الربيع، ونضيف القمة، شوية ديال الخرقوم، الملحة كندير غير شوية باش ما تجيش مالحة، شوية ديال الإبزار، شوية ديال الكمون، وشوية من التحميرة أو الفلفل الأحمر. غادي نضيف زيت الزيتون، صافي، وغادي نخلط هاد الكفته مزيان حتى كتخليها لقامه. كيف ما شفتوا معايا غنخليها جانبا وندوزو باش نحضروا صلصه الطماطم. هنايا عندي جوج مطيشات محكوكين، عندي معلقه صغيره من طماطم مركزه، مطيشه ديال الحك، وراق سيدنا موسى، شويه ديال التحميره، شويه ديال الابزار، شويه ديال الملحه، شويه ديال الخرقوم، وغادي ندير زيت الزيتون، نخلطها وغنديرها فوق من البوطة تشحر، بينما تشحرت ليا هاد المطيشة غادي نكور الحوت، نديرو على شكل كويرات، كيف ما شفتوا معايا بعد ما كملت. هنايا مطيشه هي تشحرات ليا، غادي نضيف ليها الماء يكون غليان غير شويه كيف ما شفتوا معايا، ضفت ليها الربيع، وغنستف فيها الكبيرات ديال الميرلا، بعد ما كنكمل الكميه ديال الكفته اللي عندي كنزوقها من الفوق الفلفله كما شفتوا معايا، الفلفله تكون ملونه اولا الخضراء اولا اللي متوفره عندكم، كتزوقوا بها من الفوق
كديروا واحد طريف ديال الحامض، فلفله تكون حاره، وكنغطيو عليها من الفوق. طيب على عافيه تكون مهيله، طيب على خاطرها ما كتاخدش وقت اللي هو كبير، دغيا كتوجد. وندوزو باش نقدموها، وهذا هو الطبق الاخير كيف ما شفتي معايا، الشكل الاخير ديال الكفته ديال الميرلون اللي كطيب بصلصة ديال الطماطم كتجي لذيذه. نتمنى هاد الفيديو ديال اليوم ان شاء الله يعجبكم. ما تنساوش تدعموني بالاشتراك في القناه باش يبقى يوصلكم دائما كل جديد. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ضغطوا على اعجاب وخليو تعليقاتكم اسفل الفيديو. نتلاقاو في الفيديو المقبل ان شاء الله.